بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات من جديد، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله. نتناول في هذا المقطع الحديث حول كيفية صلاة التوبة، وابتداء من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه فتح لهم باب التوبة على مصراعيه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وتصح توبة العبد ما لم تبلغ الروح الحلقوم، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ولا وما لم تطلع الشمس من مغربها. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، فقد خلق الإنسان وهو يعلم أنه بكينونته وجبلته قابل لتقبل وممارسة المعصية، فهو ليس نبي معصوم وليس أيضا ملكا مطهرا مقربا. وصلاة التوبة يعني من السنن التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كتأكيد من هذا العاصي بصدق إقباله على الله سبحانه وتعالى. لا تجب وجوبا، ولكنه يستحب للتائب من الذنب أن يصلي ركعتين بعد أن يكون قد أحسن الوضوء، ثم بعد أن يتم الركعتين يستغفر الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك الله سبحانه ثم يستغفر الله غفر الله له هذا الذنب. وهذه الصلاة تجوز حتى في أوقات الكراهة المنهي الصلاة فيها، لأنها صلاة لها سبب كما قال العلماء، ولكنه لا يشرع أن تصلى صلاة جماعة، لأنها من الصلوات التي لم تخص بها صلاة الجماعة، كما أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص أو استحباب آيات معينة تقرأ في هاتين الركعتين. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.